يعني انت شايف انه كان قاصد يروح الطريق ده؟ توقعي كده، توقعي ان هو اختار ان انا الله اروح اعلم بالنيات يعني. انا بقول توقعي. هو الراجل يعني فضل ينكر، والنهارده بنجل دفع عنه بالطريقه يعني قال مستحيل مدرب يبقى قاصد ان هو يوصل لنتيجه عشان يختار طريق. انا بحس ان ما دام السؤال اتفتح يبقى في سبب بصراحه. يعني ما دام فتحنا المجال ان احنا نساله ونسال غيره يبقى كان في، لا يبقى في سبب يخلينا نشك. ما احنا طب هو السؤال بقى فني، منتخب اسبانيا خسر ليه من اليابان؟ خسر عشان ما اداش كويس. ليه ما اداش لا كويس؟ لا هو عارف ان اليابان هتجيب جونين يعني؟ لا يعني ده في جون شوطها من بره صعبه جدا، في كوره معديه او مش معديه على حسب. لا بس يا كابتن ضياء، ريتم اسبانيا قال الجون الثاني ده انا شايف الكوره كلها عدت يعني. ده الفار اللي اتحكم في النتيجه صح؟ ده تفسره ازاي ان انا؟ ايوه كابتن كابتن ضياء ماشي، بس هو بعد ما عمل التغييرات الهجوميه يعني الريتم قل. بيتمنى يعني كان ممكن يحرق اكتر، ولا اليابان فرضت الفوز على اسبانيا؟ لا هو حرق، لكن اليابان دفعت نص ساعه كويس قوي. يعني مستوى الاسبانيا ده ممكن يظهر بيه في المستوى في دور ال 16؟ لا دور ال 16 هتشوف كل الفرق اللي موجوده بحاجه مغايره، تكتيك تاني، ماتش لازم يخلص، لازم يخلص في ساعتها، وبعدين اللي هيخلص يا تقعد يا تروح. هتلاقي شغل المدربين مختلف تماما. هتلاقي شغل اللعيبه نفسها مختلف، انت بتقرب. هتلاقي الشغل مختلف تماما عن المجموعات اللي فيها جمع نقاط يعني. المدربين كلهم قالوا نفس الكلمه عموما. عدت الخط ولا لا؟ وهل مبسوط بان في تقنيه تقول لك ان في ظل ما عداش وكده، ولا متضايق؟ لا متضايق بصراحه. انا شايف التحكيم اسوأ حاجه في كاس العالم. النهارده شايف مثلا ان دي ضربه جزاء لكافاني. انا مش عارف بصراحه ضربه جزاء مليون في الميه. انا مش عارف بصراحه ما حسبتش ازاي بصراحه. يعني يرجع ويروح ويحسب بتاعه قدوس ودي كان لازم يحسبها. مش عارف ليه ازاي ما اتحسبتش. أنا بصراحة متفق مع كابتن ضياء. يعني أنا مستغرب هو حتى إزاي الفار ما استدعاهوش يروح يبص عليها. يعني هل أنا بصراحة شفتها كذا مرة، أنا شايف إن رجل كافاني تعرضت للإعاقة. فأنا مش عارف إزاي أوضة الفار ما كان كافاني ونونس في واحدة كمان. ما نونس كمان كان في كرة طلبوا فيها بضرب الجزاء. بس لقطة كافاني دي أنا حسيتها واضحة. التحكيم ككل مستاء منه يا كابتن ضياء زي أمير؟ مش ككل، في بعض الماتشات أحسن حاجة التحكيم اللي كان في ماتش ألمانيا وجود السيدة لأول مرة. والمتعة بقى إن ألمانيا روحت. بس والله دي قوية جدا طبعا جدا، هتحسها يعني متماسكة قوية. لانه كمان هي في ضغوط، العالم كله بيتفرج على المباراة ومستوى اول سيدة الاخذ في الاعتبار. الاحترام المتبادل من اللعيبة للحكم صح، دي مهمة مهما كان بقى مين اللي بيلعب، لكن دي يعني بمعينة شخصيتها اكتر كمان. لكن في احترام من النهارده في مباراة صربيا وسويسرا ما كانش في اي احترام للحكم. خالص. الفرقتين كانوا نازلين لا مفيش اي احترام. وبعد الماتش في اورجواي شوف اللعيبه عملت ايه في الحكم. جودن راح له بيسلم عليه بتريقه كده، لا 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 واتلموا عليه كان وكافاني كمان ادى وقع الشاشه بتاعت الفار، فاكيد في عقوبه كبيره على كافاني برضه. في عقوبات كتير. الكرة عدت الخط من وجهة نظر؟ انا وجهة نظري عدت خالص خالص. يقول لي بقى من فوق، يقول لي من تحت، جزء منها مفيش جزء مرئي اللي احنا شايفينه، لكن الفار يمكن الزوايا يمكن الزوايا مسليدنج بتوصل انطباع خاطئ، لكن لا هي دي تأكد. لو عايز تحكم عليها احكم عليها من فوق. تأكد السؤال بتاعك ان هم متفقين مع انريكي. ايه؟ متفقين مع انريكي؟ مع انريكي متفقين الفار. لو انت يا كابتن مدير، لو انت مدير فني الفرقه كره ايه وخسرت وودعت بطوله بسبب كوره زي دي، هتطلع تقول ايه في المؤتمر الصحفي؟ هطلع اقول يلا الميكروفون قدامك والصحفيين بيسالوك. هقول انا اتظلمت، الكوره ما عدت وواضحه لكل الناس، واستشهد بالصحفيين واستشهد بكل الناس، بس الكلام كله هيروح. اتظلمت بس؟ متاكد؟ وأقلت وأقلت قطعت عيشي بكرة عشان ضلها. مش ممكن ضل ايه؟ جزء فين يعني؟ تتشاف ازاي؟
تتشاف ازاي؟ ما كلنا شايفينها يعني. لا هو انا ممكن اسالها بطريقه ثانيه، دي لو كانت رمية تماس وما كانش معانا التقنيه كنا هنقول ان دي ما عدتش، في كرات شبه دي واقل كمان بتحسب برميات تماس. طبعا انا وانا داخل الهوا كنت بكلم مكيدة، فاكر مكيدة الاتحاد السكندري وهو كان اسباني ولاعب ولاعب سابق في ريال مدريد، فبقول له تهيالي بقى دلوقتي اتسموا جمال الغندور. كفايه بقى لجمال الغندور كده. ايفان اليجيرا النهارده منزل صوره جمال الغندور، الفرقه خرجت. ما هو ده رده بقى، قال لي لا يا جمال الغندور انتوا خرجتونا. اهي دي صوره ايفان اليجيرا وكاتب واي ليه ويقول مي. بصراحة الموضوع بيتكرر فعلا مع يعني موضوع الخط ده تحديدا مع اسبانيا. موضوع الخط والوقت، هو الوقت الناس مبسوطة بيه علشان الماتش بيستمر. الماتش يعني بيسخن احيانا بعد دقيقة 90 14 دقيقة 10 دقايق الناس مبسوطة بيه. صح. طبعا المدربين، مش كل المدربين، انت وانت مغلوب هتحبه وانت كسبان مش هتحبه بالظبط، لكن هي تقنية صعبة جدا يعني بالظبط. امبارح